السلام عليكم ورحمة الله. شهدت عدن تفجيراً انتحارياً استهدف مقر البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة، ذهب ضحيته أكثر من 20 جندياً بين قتيل وجريح. مصادر أمنية قالت إن المهاجمين وعددهم 12 شخصاً استخدموا سيارتين، إحداهما مفخخة ودراجتين ناريتين. وبحسب المصادر لا تزال قوات الأمن تواصل عملية تحرير مقر البحث الجنائي من سيطرة المسلحين المتحصنين في أجزاء منه. هذا وأعلن ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي تبنيه الهجوم الذي استهدف أمن العاصمة المؤقتة. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في محورين: من يقف وراء التفجيرات الإرهابية في عدن، ومن المستفيد من عودتها؟ ما تبعات عودة التفجيرات في ظل التوترات السياسية التي تشهدها عدن؟ قتل العديد من الجنود إثر انفجار استهدف مقر البحث الجنائي في عدن بالتزامن مع تفجير مقر حزب الإصلاح في دار سعد، وهو ما جعل المدينة تشهد حالة مزدوجة من الإرهاب والعنف السياسي. تأتي الأحداث الأخيرة بعد سلسلة توترات أمنية وسياسية شهدتها عدن خلال الفترة الماضية. نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تفجيرات إرهابية في عاصمة مؤقتة تعيش وضعا سياسيا مضطربا، حيث استيقظت عدن على انفجارين منفصلين، أحدهما استهدف مقر البحث الجنائي والآخر مقر تجمع الإصلاح. وبينما أعلن ما يسمى بتنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير البحث الجنائي، سجلت حادثة تفجير مقر الإصلاح ضد مجهولين. لم تصدر أي تأكيدات من الجهات المسؤولة في عدن عن الجهة المنفذة لتفجير البحث الجنائي، واكتفت مصادر محلية بالحديث عن حدوث انفجار عنيف عقبه اشتباكات مسلحة. لكن داعش أكد في بيان منسوب له تفجيره بوابة المبنى بسيارة مفخخة، زاعما أنه قتل العشرات من الجنود، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر طبية عن وصول جثث 7 جنود و12 مصاب إلى مستشفى الجمهورية التعليمي. وقال البيان إن التنظيم قام باقتحام المبنى ثم إحراقه وجميع الآليات العسكرية فيه، فيما أكدت مصادر إعلامية عن استمرار الاشتباكات في الوقت الذي تحاصر فيه قوات الأمن مبنى إدارة البحث الجنائي. التفجير الانتحاري في عدن تسوده ملابسات غامضة في ظل تصريحات إعلامية لمصادر أمنية عن تسلل مسلحين يرتدون زي شرطة النجدة إلى مبنى البحث الجنائي، مما يعزز شكوك مراقبين بإمكانية تورط مسؤولين أمنيين في الحادثة. تأتي التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مقرات رسمية في وضع مضطرب تعيشه عدن، التي شهدت خلال الفترة الماضية حوادث أمنية متتالية وتوترات سياسية. بينما فتحت التفجيرات الأخيرة تساؤلات عن الأجهزة الأمنية التي تمتلك القدرة على إحراق مقرات سياسية في الوقت الذي لا تستطيع فيه حماية جنودها والحفاظ على منتسبيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع العميد عبد القوي باعشن مدير التوجيه المعنوي في عدن. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور. مرحبا بك سيادة العميد. في البداية ضعنا بصورة ما حدث اليوم في مقر البحث الجنائي. أهلا وسهلا. مقر البحث الجنائي داهمت يعني مجموعة من العناصر الإرهابية الساعة 7:15 صباحا بوابة البحث الجنائي، وتسللت مجموعة أخرى يعني يتراوح عددهم بين 12 إلى 15 نفر إلى داخل مبنى البحث الجنائي مع كافة يعني أسلحتهم الرشاشة والأربيجيات والقنابل والأحزمة، وجرى التعامل معهم وأخذوا أكثر من يعني من العاملين في المبنى كرهائن لديهم، ويتم التعامل معهم، والآن الحمد لله انتهت العملية بنجاح والأمور طيبة. يعني الآن تم تحرير المقر تماما من العناصر الإرهابية؟ نعم 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 نعم. في هذه اللحظة لا زالت وصلتنا أنباء الآن تقول أن الاشتباكات سيادة العميد لا زالت مستمرة، واستشهد أيضا المرافق الشخصي للنائب الأول لمدير أمن أبو مشعل الكازمي. نعم نعم، هذا قبل حوالي نصف ساعة، لكن الآن العملية انتهت تماما.
نعم، هل تم معرفة هؤلاء العناصر من يدعمهم إلى من ينتمون؟ لا لا، لا زال الآن لا زالت الأمور يعني عادة في طور التحقيقات والتحريات والبحث عن هذا الأمور. نعم. لا نستعجل. لا نستعجل، نعم. سيادة العميد، يتساءل الكثير لماذا عادت هذه العمليات الإرهابية وبهذا الشكل الكبير إلى عدن بعد أن كانت ربما قد تلاشت واختفت خلال عام مضى؟ العزيز، الإرهاب لا يعرف يعني مكان ولا يعرف توقيت، يعني هذا عمل جبان وخارج عن القيم وعن الشرائع السماوية وعن الجانب الإنسانية حتى. يعني عندما يأتي شخص يفجر نفسه في أشخاص آخرين لا يعرفهم ولا توجد لديه علاقة بهم، ولا هذا شيء يعني عمل جبان وعمل غير أخلاقي وغير إنساني، وهذا عمل يعاني منه العالم كله. نعم. طيب سيادة العميد، الكثير يتساءل الجهاز أو الأجهزة الأمنية في عدن وأيضا الحزام الأمني والنقاط المشددة والتفتيش الدقيق في هذه المناطق وخاصة على وجه التحديد مديرية خور مكسر، كيف استطاع مثل هؤلاء العناصر أن يصلوا إلى مقر البحث الجنائي ويسيطرون عليه ويقومون بهذه العمليات الإرهابية هناك؟ حسب ما ذكرت لك يعني الإرهاب لا يعرف وطن ولا يعرف يعني أماكن محصنة، ولا الإرهاب يعني غزا دول كبرى أو دول عظمى لديها الإمكانيات الفائقة، ونحن الحمد لله القوات الأمنية مختلف تشكيلاتها كانت مشاركة في العملية، وكانت العملية ناجحة، وكان سبب التأخير هو يعني وجود الرهائن لدى هذه العناصر الإرهابية. نعم. طيب بسيادة العميد، ابقى معي، نشرك معنا في الحديث المحلل السياسي صلاح السقلدي. مرحبا بك أستاذ صلاح. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين جميعا. مرحبا بك أستاذ صلاح، أنت كيف تقرأ ما حدث اليوم في عدن، عودة العمليات الإرهابية من جديد وبهذا الشكل الكبير؟ نعم، العملية هذه هي كانت متوقعة أصلا، فالإرهاب لم يخفت نجمه ولم يغيب أبدا، فهو بقي برغم أنه انحسر ولكنه بقي موجودا، وبقية أسبابه موجودة وبقية منابعه تغذيه وبقية جهات تموله للأسف، يعني جهات حزبية، جهات خارجية وداخلية تمده بكل أسباب القوة والبقاء، وبالتالي ما حصل اليوم سيحصل مستقبلا طالما بقي الوضع على ما هو عليه. فالأمن بصراحة هو يتعرض الكثير من الحملات والتحريضات من قبل جهات كثيرة، وبالتالي ما حصل اليوم سيحصل للأسف، وقد شاهدنا كثير من مثل هذه العمليات الإرهابية، وبالتالي فمن يراهن على سقوط الأمن فهو يراهن على سقوط نفسه، فسقوط الأمن هو سقوط للجميع، سقوط للمواطن، سقوط للقوى السياسية والحزبية والمجتمع ككل. نعم، ولكن أستاذ صلاح أيضا يتساءل الناس في عدن وغير عدن، أين هي قوات مكافحة الإرهاب؟ أين هي قوات الحزام الأمني؟ أين هي إدارة الأمن بأقسامها بجميع مكوناتها؟ لا أخفيك حقيقة يعني بأن المؤسسات الأمنية بنيت على أرضية هشة وأرضية خاطئة تقريبا 90%، وقد أشرنا لهذا دائما خلال العامين الماضيين. فالمؤسسة الأمنية الرسمية تم تهميشها لمصلحة تنظيمات تسمى أمنية ولكنها خارج إطار المؤسسة الأمنية الرسمية، وهي رهينة لقوى محلية وقوى أقليمية، وبالتالي فبقى المؤسسة الأمنية الرسمية أنا أقصدها بوضعها الهش ووضعها المتهالك لا تقوى على الإطلاق مواجهة مثل هذا الغول الكبير من الإرهاب. فالطريقة التي بنيت وما زالت للأسف تبنى عليها بناء المؤسسة الجهات الأمنية هي مؤسسات لا لها علاقة أبدا بالإرهاب ولا تضع بنصب عينها من مسألة الأمن على الإطلاق، فهي جماعات وتنظيمات تسمى مجازا أمنية ولكنها لا. إذا ما هو دورها من خلال متابعتك أستاذ صلاح؟ باستثناء المؤسسة الأمنية. نعم. الرسمية على ضعفها التي يقودها اللواء شلال شايع. نعم. إذن هذه الأجهزة التي تحدث عنها أستاذ صلاح
ما هو عملها إذن بالضبط في عدن؟ هي بالحقيقة يعني عملها موالي للجهات التي أنشأتها وتدعمها وتمولها بال. من هي هذه الجهات؟ يعني هل يمكن هذه الجهات هل يمكن لنا أن معرفتها من هي من خلال ما تريد القول؟ هي قوى إقليمية السعودية الإمارات وجماعات متطرفة، جماعات سلفية، جماعات معروفة بالاسم يعني تنظيمات قاعدة وأشخاص معروفين ومنظمات خيرية تسمى نفسها ومنظمات ما إلى ذلك تمدها بكل أسباب القوة وأسباب البقاء. نعم. فللأسف يعني أنا على بحسب ما أنا موجود هنا في عدن أرى كل أسباب الإرهاب متوفرة، أرى التحريض، أرى الشعارات الدينية، أرى المنشورات توزع دون حسيب أو رقيب، أرى الفتاوي تصدر من الجوامع، من المعاهد، من برامج التواصل الاجتماعي، من القنوات، الكل يحرض ضد الأمن، ثم فجأة يتحول إلى مترحما على الأمن ومترحما على الضحايا. نعم. هذه الجهات أستاذ صلاح ممثلة بأجهزة أمنية فاعلة في عدن، يعني على سبيل المثال ممكن تسمي لنا هذه الجهات التي لها حضور ولها كما تقول بأنها تعمل ضد الأمن وهي مدعومة من التحالف العربي من الإمارات والسعودية؟ الأجهزة كثيرة وصراحة يعني هي أكثرها أجهزة هشة هلامية لا وجود لها أصلا، أكثر مما هي عبارة عن أجهزة تستثمر الإمدادات السلاح والأموال والتمويلات، ولكن هي كقوة فعلية ليست موجودة، ولكنها في مضرتها تضر كثيرا. نعم. ألوية الرئاسة هذا الذي تكاثر وتتناسل يوما بأثر يوم، لا نعرف تتبع من وما هي فلسفتها وما هي هدفها الأساسي من الاسم. نعم استاذ صلاح اسمح لي استاذ صلاح، هناك يعني من الاسم انت الان تقول يعني ألوية رئاسية، اذا هي تتبع الرئاسة، كيف لا احد يعرف تتبع من هي شكليا؟ لكن عندما يكون قائد اللواء هذا لا علاقة، ثم ما علاقة ما علاقة ما علاقة ما علاقة الألوية العسكرية ما علاقة استاذ صلاح معذرة فقط. فجأة وجد نفسه عميد يقود لواء، يعني تخيل المصير والوضع الذي سينعكس على الوحدة. نعم. وحدته اللي يقودها وعلى المواطنين الآخرين. نعم، لكن ربما السؤال الأهم ما علاقة يعني القوات المسلحة والألوية الرئاسية بالأمن في عدن؟ ربما هذا يعني شيء آخر مختلف تماما، مهام مختلفة عن الأمن. جنوب شرق عدن للأمن العام وشمال عدن للرئاسة وشرق عدن للحزام الأمني، وتعددت الجهات وضاع الأمن وضاعت السكينة للمواطن بين كل هذا الغبار الذي يتناثر، وللأسف. نعم. يعني ما نجد إلا طيب. مزيدا من الدماء تسال وأرواح تزهق. طيب ابقى معي أستاذ صلاح، أعود لي اللواء عبد القوي باعشن العميد عفوا عبد القوي باعشن سيادة العميد مدير التوجيه المعنوي في عدن، إذا سمعت ما قاله الأستاذ صلاح السقلدي بأن هناك أجهزة أمنية للأسف تدعمها قوات التحالف العربي وهي عبارة عن أجهزة هلامية هشة، يعني ربما الدور الأبرز فقط لها هو التحريض ضد الأمن ويعني تغذية الاختلالات الأمنية، وبعضها ربما كما تحدث الأستاذ صلاح هي لديها شعارات الإرهاب بكل صورها، ما رأيك؟ والله الأخ صلاح هو صحفي لامع وصحفي جيد، يعني والكلام اللي قاله يعني صحيح بالنسبة للأجهزة الأمنية، هو يعرف جيدا من هي الأجهزة الأمنية اللي تدعم وهي هشة في هذا الجانب، وكان يفترض أن يذكرها يعني بشكل مضبوط، لأنه نحن نبهنا أكثر من مرة أنه هناك يعني نتيجة عدم توحيد الأجهزة الأمنية تحت أطار وزارة الداخلية والتعامل مع وزارة الداخلية مباشرة مع مؤسسات في 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 الشرعية، يعني هو سبب يعني الإخفاقات الأمنية والتجاوزات والتصرفات والسلوكيات الغير قانونية التي تحصل دائما. نعم. طيب سيادة العميد الآن يعني هل هو يعني نفهم من خلال ما تحدث وتحدث الأستاذ صلاح بأن التحالف العربي ممثل بالإمارات هي
تدعم يعني أجهزة الحزام الأمني وبعض الفصائل المسلحة في عدن، في المقابل تضعف الجهة الأساسية والرسمية وهي أمن عدن التي يقودها شلال والذي يعتبر من حلفاء الإمارات ويعني من المسؤولين في الدرجة الأولى بالنسبة للتحالف الإمارات اللي هو شلال شايع. كيف يمكن فهم الأمر؟ يا أخي العزيز، نحن كلنا حلفاء الإمارات وحلفاء المملكة العربية السعودية، ونحن شركاء نحن والتحالف في القضاء على الـ على الـ على الانقلاب وعلى الإرهاب بكافة أشكالها وأنواعها، ولا داعي لتشخيص الأمور. اللواء شلال يعني أخ عزيز ومدير أمن عدن ومناضل، ويقوم بجهده ويقوم بما يستطيع أن يعمل، لكن هناك مسألة عدم التعامل. نحن نتحدث عن عدم التعامل مع المؤسسات الرسمية وجاري التعامل مع عناصر وأفراد، وهذا الخطأ الذي وقع فيه الأخوة في التحالف يعني حقيقة. نعم، كيف يمكن إذن إنهاء حالة الانتصار؟ لا نرد اللوم على سين ولا على صاد. اللوم يقع على من يعني يقدم الدعم لعناصر وأفراد، ما يقدم الدعم لمؤسسات رسمية اسمها الشرعية اليمنية، الشرعية الدستورية، التي يعني أتى التحالف من أجل يعني دعمها ومن أجل مساندتها ومن أجل يعني عودتها إلى 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 السيطرة على المناطق التي لا زال يحتلها الانقلابيين. نعم، طيب سيادة العميد، إذن كيف يمكن إنهاء حالة الانقسام الحاصلة الآن في الأمن؟ وأيضا برأيك من المستفيد من عودة هذه العملية الإرهابية لعدن؟ يا أخي العزيز، لا يوجد انقسام. الكل يشتغل لمواجهة الإرهاب، الكل يشتغل لفرض هيبة النظام القانون. ولكن مثل ما شرحت لك، عدم التعامل مع مؤسسات رسمية، هنا يحصل يعني إرباك يعني في بعض الأمور وفي بعض يعني التصرفات. نعم. أنت الآن تقول لا يوجد انقسام، وهناك يعني الجميع يعمل من أجل محاربة الإرهاب، وأيضا على في الجانب الآخر تقول أن التحالف يدعم يعني جانب ضد جانب آخر ولا يتعامل مع الجهات الرسمية ممثلة بالأمن. كلامي واضح، أقول لك إنه التحالف يتعامل مع عناصر وأفراد ولا يتعامل مع من هي هذه العناصر والأفراد؟ هل يمكن تسميتها سيادة العميد؟ لا نسميها، ولا الكل يعرفها والشارع يعرفها ولا التحالف يعرفها والشرعية تعرفها، الكل يعرفها. نعم. طيب سيادة العميد، سؤال أخير من وجهة نظرك، كيف يمكن السيطرة على الوضع في عدن وعدم السماح بعودة هكذا عمليات من جديد؟ السيطرة على الوضع بعدن موجود والحمد لله، الأمور طيبة، وهذا العمل الإرهابي القبان هو يحصل في كل مكان وفي كل زمان، ويعني نحن يعني سنكافح هذا الآفة وسنستأصلها وسنتابع يعني تمويلها وأماكن يعني أرسالها نعم. أشكرك جزيل الشكر، مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبد القوي باعشن، وعودة للمحلل السياسي صلاح السقلدي. أستاذ صلاح، إذن العميد باعشن يقول بأن هناك لا توجد أي حالة انقسام في الأجهزة الأمنية، وربما المشكلة الرئيسية أن التحالف يدعم فصائل ليست رسمية في عدن، ما رأيك؟ الانقسام هو انعكاس لتعدد الولاءات الموجودة بالساحة الجنوبية وفي عدن تحديدا، يعني هذا حقيقة يعني يجب أن نقر فيها إذا أردنا أن نعالجها أصلا. ودعني أنا أشير إلى حاجة واحدة، فعندما نقول أن نحن لابد أن نصطف مع مؤسسة الأمنية الرسمية التي يقودها شلال، فلا أقصد أن نصطف مع شلال كشخص، ولكن أقصد نصطف مع مدير أمن عدن كائنا من كان، يكون شلال يكون غيره، شلال رايح بكرة بعد بكرة مش موجود، وبالتالي لابد من الحفاظ على المؤسسة الأمنية وتذويب كل ما خرج عنها وبرز عنها داخل هذه المؤسسة الأمنية وتقويتها، إن أردنا فعلا أن نثبت أمن ونشيع السكينة داخل الوطن. ولكن بالأخير وقبل هذا وبعد هذا كله، أنا في تقريري أنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، فلا طالما والتسوية السياسية غائبة فستغيب معها كل المجالات ومنها المجال الأمني، إن لم يكن هناك تسوية سياسية ونعرف ما هو الموجود على الأرض بالجنوب. ما نحن هل نحن جمهورية يمنية
هل نحن جمهورية اليمن؟ هل نحن جنوب؟ هل نحن دولة اتحادية إقليمين؟ هل وبالتالي يعني إلى الآن لا تعرفون أستاذ صلاحي أنتم أستاذ صلاح نعم معذرة فقط عند هذه الجزئية اسمح لي فقط تشعبات وأستاذ صلاح الأوضاع نعم نعم اسمح لي في هذه النقطة فقط يعني أنتم الآن في الجنوب تريد يعني ما فهمت من كلامك أنكم لا تعرفون أنتم إلى أين تنتمون إلى اليمن إلى الجمهورية اليمنية أم إلى الجنوب العربي أم ما لا تعلم أم دولة اتحادية لا تعلم هذا ما تريد القول لا أنا لم أذكر الجنوب العربي على الإطلاق القناعات يعني وليت الحسابات أخرى ولكن أقصد أن طالما التسوية السياسية غائبة وحل القضية الجنوبية لا أفق يبدو بالقريب على الإطلاق فهناك ستكون يعني نتائجها منعكسة سلبا على الأوضاع كلها على الأوضاع المعيشية لأن لا في عدن لا يوجد أي لا توجد أي سلطة موجودة لا رئيس لا رئيس حكومة بصرف النظر عن من تكون هذه الحكومة من يكون هذا الرئيس ولا يوجد محافظ وبالتالي فالبوابة السياسية هي الحل لكل المشاكل ولكل التعقيدات الموجودة بالوطن نعم هذه القيادة الآن اللي موجودة في الجنوب وعلى وجه التحديد في عدن هل باعتقادك ستراجع يعني تحركاتها ومواقفها ما يتناسب مع الوضع القائم كما تحدث أنه ليس ربما على المدى القريب أن يتم التعامل مع دعاوى الانفصال أو البحث عن دولة جنوبية؟ أقول لك حقيقة يعني نحن هنا في الجنوب بصراحة لا نملك قرارنا السياسي ولا إرادتنا السياسية وهذا تقريبا موجود على بمجمل اليمن القرارنا أصبح بيد قوة إقليمية لا نستطيع أن نؤثر عليها وأصبحنا للأسف تابعين وليس متبوعين ملحقين وليس شركاء هذا هي الحقيقة الواضحة وبالتالي ف البحث عن حل سياسي نقرره نحن يبدو أن بعيد المنال وفي ظل هذا الوضع يعني وطالما فقدنا الإرادة السياسية وفقدنا قرارنا وفقدنا الموارد التي تمكننا بأن نكون فعلا أصحاب أرض ونستطيع أن نقرر مصيرنا السياسي يبقى الوضع نعم لا يبشر نعم. بخير على الإطلاق نعم تحركات ما يسمى بالمجلس الانتقالي أستاذ صلاح و تصريحاتها الأخيرة وأيضا فتح ساحة للاعتصام تنادي بإسقاط الحكومة برأيك لمصلحة من تعمل هذه الجهات ومن المستفيد منها وهل هي فعلا لمصلحة أبناء الجنوب وأبناء عدن؟ المجلس الانتقالي هو ضرورة يعني بصرف النظر عن أخطائه وعن تركيبته وعن طريقة التعامل لكن هو ضرورة لأن يكون للقضية الجنوبية رأسا يمثلها ولسانا ينطق بها بصرف النظر عن المآخذ وعن الأخطاء التي يرتكبها ولكن في مسألة إسقاط الحكومة طالما هو الأمر لا يتعدى القوة ولا يتعدى الاحتكام للسلاح وطالما الأمر محصور في مظاهرات واعتصامات تلمية كما هو حاصل الآن فلا ضير فهذا يحصل في عدد من الدول المتقدمة فما بالك في وضع استثنائي وفي وضع حرب نحن نعيشه أصلا وبالتالي لا أرى خوفا من إسقاط حكومة هي أصلا مش موجودة فأنا في تقديري في أنا أستغرب يعني لماذا تخاف الحكومة من إسقاطها في عدن وهي أصلا مش موجودة بعدن نعم يعني تطمئن صحيح أستاذ هي لم تسقط أصلا لأنها مش موجودة نعم سؤال أخير فقط أودعك أستاذ صلاح الآن إذن من يحكم عدن في هذه اللحظة إذا كان المحافظ مش موجود إدارة الأمن ربما لم نسمع أي تصريح من إدارة الأمن يعني الحكومة خارج عدن من المسؤول الآن عما يدور في عدن والناس تبحث عن من وتحاسب من؟ الوضع يعني أصبح المواطن يتدبر حاله بحاله يعني أصبح الكهرباء تأتي بالدفع المياه بالكاد يحصل عليها المعاشة تأتي بالثلاثة أشهر بالأربعة أشهر وبالتالي فالضرور يعني حالات الضرورة الحياتية موجودة بأقل مستوى هي ممكن تأتي بغياب أي حكومة اللي يبدو أن المواطن تأقلم ووطن نفسه على هذا كذا وضع يعني نعم. سيء للأسف أشكرك جزيل الشكر للمحلل السياسي الأستاذ صلاح سقلدي وأعود أو رحب بضيفي انضم إلينا الآن مدير مكتب القوات الخاصة في عدن رمزي الفضلي مرحبا بك سيد رمزي مرحبا قناة بلقيس اهلا بك في يعني اخر ما لديك الان عما حدث في عدن واخر التطورات الان هل فعلا
تم السيطرة تماما على مبنى البحث الجنائي وتم معرفة العناصر الإرهابية أو تم القبض عليهم؟ ما الذي حدث؟ في هذه اللحظات تم تطهير أغلب مباني دائرة البحث الجنائي، ما زال هناك عدد بسيط من المتحصنين في مكاتب البحث الجنائي العمري. تم اقتحام مع الساعة الخامسة اقتحام آخر، وكان عاقنا عدة انتحاريين الفجر الأول، ومما استشهد عدة جنود علينا، وكنا نراعي الأسرى الذي كانوا موجودين من السجناء، كانت تقدم بطيء جدا حفاظا على سلامة السجناء. تم إخراج عدة سجناء الصبح، وتم إخراج عدة سجناء بعد صلاة المغرب. الآن بقي 8 سجناء محتجزين، حسب ما أخرج حسب ما أبلغنا أحد السجناء الذي تم إخراجه، وتم تصفيه أحد السجناء. ما زال هناك 8 سجناء، ما زلنا محاصرين المبنى الأخير في البحث الجنائي خلال الساعة. إذن لا زال هناك مسلحين متمركزين في 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 بعض أجزاء من البحث الجنائي، ولا زالت المعركة تحرير المبنى مستمرة. نعم، ما زال هناك يعني انتحارين بالكثير. يعني الآن نحن طبقنا المبنى بالكامل، تم تصفية أغلب المبنى، أعاقنا الظلام لأن دخلت عدة وحدات عسكرية مما سبب إرباك لنا، لكن الآن الحمد لله بقي جزء بسيط يصير من التطهير خلال الساعات. نعم عادة. سيد رمزي، سؤال مهم يعني يتساءل الكثير، أين كانت الأجهزة الأمنية حتى تصل مثل هكذا مجاميع مسلحة وتسيطر على مبنى البحث الجنائي في المديرية الأكثر أمنا وهي خور مكسر؟ الأجهزة الأمنية متواجدة، ولكن هذه العناصر تم تطور من هجماتها، تطور من عملياتها حسب ما تم إبلاغنا من شهود عيان. ضربت الساعة 8 إلا ربع سيارة فخة مبنى إدارة البحث، ثم بينما دخل قبل الساعات دخل الناس المدنيين على أنهم يزوروا السجناء، وكانوا هم عناصر من هذه العناصر. بعدها بعد الساعة 8 وربع ضربت السيارة الأخرى، ضربت السيارة الأولى المبنى، بعدها دخلت ثلاث سيارة انغماسية مما وزع الأسلحة على بقية المهاجمين. نعم. تم إرباك الجنود لأنها إدارة أمن ليس من إدارة قوات مكافحة الإرهاب. نعم. أنتم في قوات الأمن الخاصة سيد المبنى. أنتم في قوات الأمن الخاصة باعتقادك سيد رمزي، هل تتهمون جهة معينة تقف وراء هذه الأحداث أو دعمت هذه العناصر الإرهابية التي أعلنت عنها وتبنت العملية؟ هي العناصر، هي نفسها العناصر التي تقف في إرباك المشهد في عدن، في المدينة النموذج الحسن لبقية المدن المحررة. هذه العناصر تم تضرب هنا وهنا ضربات ضعيفة جدا لأنها خسرت أوكار لها كثيرة في عدن، تم تطهير عدن من هذه العناصر، فهي الآن تضرب الرمغ الأخير لها في عدن. ولكن العملية كانت ربما بحجم كبير. أشكرك جزيل الشكر رمزي الفضلي مدير مكتب القوات الخاصة في عدن، والشكر أيضا للعميد عبد القوي باعشن مدير التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية، وكذلك الشكر للمحلل السياسي صلاح السقلدي. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.